طيب شايف فرصة بالحاج ازاي؟ بالحاج سامسونج اكينيولا سيف يوسف أسامة نبيه، ازاي شايف انه فريرة يستغلهم ويبدأ يشركهم مرة تانية في المباراة؟ في توليفة وسط الملعب اللي اتكلمنا عليها، الوسط الملعب ما يستحملش سيف جعفر وبالحاج مع بعض، لان انت هتكون بتفتح مساحات كبيرة، الاتنين الجهد الدفاعي بتاعهم قليل، فهتكون محتاج كلود ميكليلي مكان رؤى اللي هو لاعب قاطع كرات يشيل نص الملعب لوحده. احنا ما عندناش القدرات دي، فانت بتلعب بواحد من الاثنين. واحد من الاثنين دي بعد شباب بلوزداد ان شاء الله باذن الله، يعني يكون التوفيق مع الزمالك، ممكن في مباريات الدوري نبدا ان احنا نبدل شويه ما بين اللعيبه، يعني اللعيبه اللي في نفس المركز بنخرج واحد وندخل واحد، بس بحفاظ على سيستم واحد للفريق. انا بغير في اللاعبين ولكن السيستم تفضل زي ما هي بالظبط، وده اللي بيخلي الفريق يكسب او بيخلي اي فريق ينجح، بغير لاعب ولكن المنظومه ثابته. يوسف أسامة نبيه هو لاعب مساحات اكتر، اكتر وقت بيكون فريق الخصم منظم فيها بدايه المباراه، عشان كده يوسف اسامه اول ما بيبدا ما بيكونش بشكل جيد، لما بينزل بديل يكون الفريق الخصم متاخر في النتيجه فبيفتح مساحات، لعيبه ارهقت بدنيا فبيبقى في مجال ان هو يجري بالكره، يوسف اسامه نبيه بيبان كبديل، لكن في بدايه اللقاء ومساحات يوسف اسامه مش لاعب بيقف على الكوره، مش لاعب ممرر جيد، انت بتستغله كمهاجم او في ظهر الدفاعات، فعشان كده هو دايما النص ساعه الاخيره في المباريات هي وقت يوسف أسامة نبيه. طيب انا عارف ان انت مذاكر امبي كويس جدا، وقلت كيف تعامل هجوميا نادي الزمالك مع دفاع امبي، قلت عن طريق انه يتحرك في انصاف المساحات، عن طريق دخول الجناح العكسي لمنطقه ال 18 كمهاجم تاني. ايه تاني ممكن يواجه بينا الزمالك دفاع امبي؟ الكرات الثابته عندهم مشكله فيها، بيضغطوا يعني ما بيتقدم الجناحين رفيق كابو وإيريك تراور للضغط بيتأخروا جدا في الارتداد الدفاعي، اللعب وراهم بسرعة، وده دور رؤى انه يطلع الجناحين بتمريرات سريعة هيكون مهم جدا في ضرب دفاعات انبي. رؤى عنده قناعة دايما انه يشعلق الكرة، يلعب الكرة العالية، لو لعب على الارض ده بيسهل الاستلام للزميل وبرضه بيخلي الكرة اسرع، وده ممكن يكون اسهل في ضرب دفاعات الخصم. محاولة اللعب على طرفي الملعب لان هم ما عندهمش التزام وارتداد دفاعي بشكل كبير هيكون سلاح مهم جدا مع عرضيات زيزو، مع دخول مصطفى شلبي، مع سيف الجزيري، اعتقد دي حلول مهمة جدا للزمالك النهارده.